مرحب بحضراتكم في البيت الكبير مرة تانية. فقرتنا الحوارية الأولى مع الأستاذ الناقد الرياضي المتميز الأستاذ جمال الزهيري اللي دايما بينورنا في البيت الكبير. ملفات كتيرة جدا على الساحة الرياضية هنتكلم عليها بالتفصيل، وبنرحب طبعا بيك يا أستاذ جمال. بشكرك كابتن هاني وبحييكم والله بحييكم على الحلقة كمان النهاردة تحديدا، والإنترو جامد جدا يعني أنا تابعت من خلاله أخبار كتير، فبشكرك طبعا وبشكر سهام وبشكر أسرة الإعداد. وإحنا بنشكرك إنك موجود معانا طبعا، إضافة كبيرة جدا من خلال الإنترو اللي أنت شفته. كان في النهاردة طبعا البروتوكول الهائل اللي عمله النادي الأهلي مع الجامعة الأمريكية، شراكة أكتر من رائعة ونموذج رائع للنادي الأهلي. هستأذن حضرتك نروح نشوف الأستاذ المهندس محمد سراج قال إيه عن هذه التوأمة أو البروتوكول ما بين النادي الأهلي والجامعة الأمريكية، ونرجع نكمل أو نتواصل مع الأستاذ جمال الزهيري في ملفات كتيرة جدا جدا. حياتي طبعا ليك ولكل الساده المشاهدين في قناه النادي الاهلي. يمكن دي كانت فكره الحمد لله من ضمن الافكار اللي موجوده في برنامج عائله الاهلي كابتن محمود الخطيب والقائمه لما دخلنا الانتخابات. الجزء طبعا اللي احنا بنتكلم فيه ده جزء اهم جدا، جزء تعليمي حيوي. احنا مش بس بنتكلم ان النادي الاهلي ليه دور رياضي وخدمي للاعضاء وانشائي، لا، في برضو دور مهم جدا في الناحيه المجتمعيه والناحيه التعليميه. فبالتالي انت محتاج ان انت تفيد القطاعات من الشباب والكوادر اللي هي ما شاء الله دلوقتي بقت منطلقة بشكل قوي جدا، ازاي تسقلها، ازاي تأهلها ان هي تكون قادرة على قيادة الرياضة في مصر بشكل بقى محترف وبشكل يعني عملي وعلمي مش بأي طرق اخرى. فبالتالي احنا كنا حريصين جدا ان احنا نكون مغطيين يعني في اول بس بايلوت كده احنا مطلعينه اللي هو الشهاده في الاداره الرياضيه. بعد كده زي ما وضح استاذ محمد عبد السلام من الجامعه الامريكيه ان احنا هنتوسع في برامج اكبر السمسترات اللي بعدها او السنوات القادمه، لكن احنا هنبدا السنه دي بشهاده الاداره الرياضيه تتضمن التصوير الرياضي، قوانين واللوائح، تنظيم الاحداث والفعاليات اللي يعني الدوله المصريه بقت مقبله عليها بشكل قوي جدا وناجحه جدا الحمد لله، ناجحين فيها الفتره اللي فاتت ومقبلين عليها كمان الفترات القادمه، وبنشوف يعني شباب رائعه بتنظم الاحداث دي. فبالتالي انت محتاج تنقل لها خبرات العمليه جوه النادي الاهلي. فدي كانت الفكره، والحمد لله قدرنا ان احنا نبدا اولى خطوات التنفيذ النهارده على الارض. دايما يعني دايما انت دورك كنادي اهلي طبعا كاكبر يعني نادي في مصر وفي القاره الافريقيه، انت بتفكر ان انت تبقى ازاي اضافه. الحمد لله زي ما النادي الاهلي مشرف مصر الحمد لله في كل المحافل، فازاي ان انت تفيد يعني المجتمع الرياضي في مصر بشكل عام. ولكن طبعا لازم انت بدورك تجاه الابناء النادي والاعضاء والعاملين فيه وكل من ينتمي للنادي الاهلي انت تميزهم برضو ازاي. عشان كده احنا قلنا ان احنا هنعمل بشكل خصومات بشكل منح لمحبين النادي لاعضاء النادي عشان يكون في استفاده فعلا فعليه مميزه ليهم. ده كان مطلب من ناس كتيره جدا في قطاعات مختلفه من الاعضاء ومن الكبار كمان الاعضاء. فبالتالي طبعا لا ادعوهم ان هم يعني البرنامج ده هيفيدهم بشكل قوي جدا، هيفيدهم من الجانب النظري من الجامعه الامريكيه والجانب العملي من المعايشات اللي هتتم في النادي الاهلي. فبالتالي اي حد عنده طموح في العمل الرياضي لا البرنامج اكيد هيفيد، وانا خدت التجربه دي قبل كده بره مصر استفدت منها. فبالتالي احنا بنحاول ان احنا نعمل حاجه ان شاء الله مش هتقل ابدا عن المستوى اللي بره لان اسمين كبار واسمين عالميين. فبالتالي بدعوهم ان شاء الله مع بدء شهر 7 هيتم على الموقع الجامعه الامريكيه الاعلان عن كل التفاصيل وطريقه التقديم وكل حاجه. فادعوهم طبعا ساعتها ان هم يعني مرحب بيهم جدا يكونوا موجودين معانا وهتبقى شيء يسعدنا يعني.